شرفش قبل الثوره كانت لاباس عليه، كانت اموره لاباس عليه، كان فيها فحل بيه، كانت لاباس عليه. تو شفت قبل الثوره ما تلقى حتى واحد عنده منظر بتاع ميه ولا بتاع ضو متخلف، كلها خالص اموره واضح عليه، المدخول موجود والكوميرس موجود. لا الاول كانت عندي كاميون وكانت عندي حانوت، ما الثوره الجايه الحمد لله يا رب دقت. ها اخي اربع خمس سنين ولا ست سنين انسان ما يخدمش، هو بشي كل من الفلوس اللي عنده. في وقت وقت الثوره قبل الثوره اشكاره ب 30,000، اليوم اشكاره ب 84,000. اشكاره البوشونات سوبر بليس نمبر 7، قداش تعلم بها انت تو؟ انت قداش تعلم بها تو؟ مو عندك فكره على الفلاح؟ قداش تعلم بها؟ اي جا وسيم قداش وصلت؟ وصلت 82 تو. هاي ارخت الحاكم قداش؟ 9 ملايين و800 وب 88 وبي حالك في الاربع شهور، انا فلاح نحد فيك. الحاكم يبيع حالك 9 ملايين فهمت، بملحه وكل شيء وكل شيء. نعم بيع فيها، نبيع فيها، انا نبيعها اليوم طول غدا طول، نبيعها ب 5 ملايين. الحاكم يبيع حالك في الاربع شهور، انا نبيع حالك 9 شهور 10 ايام وطول. عايت البريم الوزير في الفلاح، عايت البريم فيه الوزير في الفلاح من بن سالم السامي، عايت لهم 9 و8 و9 ملايين. تو ارخت الحاكم، ارخت الحاكم بعد هيك 10 في الاربع شهور، مش عطيك في التاسع في الاربع شهور. الحاكم ويقول لك عندك منح ويكذب عليك، ما ثماش منح، انا والفلاح نخدم منح. عايط ساعة التراكتور بقديش؟ الماء بقديش؟ الماء الفلاحة قديش؟ اليوم عندي 4 سنين ما دخلش فرزي. ها الحلقوم ترى فيه، اليوم 4 سنين. عندي 12 هكتار انا محبسي. نزرع فيهم قمح وقاعد نقص. ها يا سيدي كيف؟ ها الفلاحة يا سيدي كيفاش تحبها أنت؟ هي وين وزير الفلاح؟ ها محطوه مينيتيري، وينه؟ طلعش نهار، طلعليش نهار، طلعناش المعتمدية سيدي زاد. طلعش المعتمدية. سلش على فلاح. بدها تبن ب 500 اليوم ب 23 دينار بدها تبن. فين الفلاح؟ شبيه البوشون وصل الكيلو ب 2000 فرنك، لتر حليب ب 1350. عليه؟ عليه ب 1350 لتر. عليه ما بيحاش ب 2000. عليه؟ بدون حليب ب 1350. وإيتر من أقوى ب 1350. عليه؟ هذا مش تنجح، حتى واحد ما يجيب معدل، يكذب. يكذب. أنا هو اللي في البريمة فلاح عيط. عيط. التراكتور قداش؟ ساعة قداش التراكتور تو؟ 45 دينار و 50,000 الساعة التراكتور. ساعة التراكتور. برا اسأله. اسال وزير الفلاحه قول له انت ما تتربع في الكرسي، قداش قيمه الفلاحه وقداش قيمه كذا التراكتور وقداش قداش ساعه الوحده؟ ساعه الوحده قداش تعلم بها انت يا سيد؟ شويه انا حملتها الارض خذيتها امس، مش حملتها تنا جد 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 الثالث توفى فهمت. العلوش قداش تو سيد؟ شخلاه العلوش غليه مناش غليه العلوش فاكر عديت رمضان انت قداش عديت الحمد تاخذ فيه ب 20,000 تاخذ فيه منين 50,000 كيف يوصل 50,000 مناش 50,000 وصلتوا لك انت ب 50,000 مناش ما هم العلف العائله كلها بنكه في كوري كامل تعاني في بقرتين مش نخص ما نخصوش ما نخصوش على كام قام الساعه المغرب يعدي 2000 بقره للفلاحه كل فلاح ياخذ بقرتين احنا محمد بن سالم عدا من ولايه زغوان 200 بقره يحطهم باسم مرته وين البقرتين ريتهم ني هاني فلاحني ريتش البقرتين ريتش البقرتين ها انا عدا من زغوان واش خسر علي انا حاطه في الكاش هي ني كامل حطني ني في الكاش معاه فهمتني سر سر ما جايب معدل ما جايب معدل على وين؟ ها ما سمعتش بهم حتى مسمع عائلته في ولايه زغوان خشبين احنا وليا ما نعرفوش في بالنا بهم من المطار تعدوا من المطار قصدوا ربي البقرة وين؟ من البطو ديريكت تعدوا عليه هذه مش تنجح ما يجيبش معدل معاش معدل في الفلاح ساعة المية بقداش يا اخوي؟ المية ما ثماش المية ما ثماش الو المية زاد ها هو فلاح يعرف هاي نسكن تحت المية بقداش توا سي المنشد 80 دينار باب 8 سوايع ها 8 سوايع اجي نهزك تو ابسط حاجه في الفلاح ابسط حاجه من الاخر من الاخر يقول لك الحلقوم هذا البرونسيبال نصلحه لك اللي في ارضك ما نصلحهاش انا عندي ارض ولد بعلي يا سيدي عليه تصلح هذا البرونسيبال هز في 4 فلاحه نزلوا في 4 فلاحه مع بعض ناي وانت والسيد هذا نزقوا مع بعض برد حلقوم ثم حلقوم يختلف يجي يدخل ارضك نمشيو لها الارض ها نمشيو لها الارض شنو اي بالحق تو قلت من الجفاف ومن قلت المياه ومن قلت برشا حاجات وحط لي اليد العامله ولت ما عادش هي وهذيك اللي نقص حاجات وحط لي اليد العامله ولت ما عادش هي وهذيك اللي نقص فيه اي ما الجفاف سبب الجفاف هذاك اللي تراجعت فيه ولا علاف اللي غلط والدنيا اللي غلط ما عادش ما كي تولي جفاف الدنيا تولي تغلى كل شيء يغلى تولي العلاف تغلى البقار تغلى الغنم تغلى كل شيء يغلى موجود 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 كنت اللي يخدموا تلقى مع 10 و15 واحد الباقي كله قاعد تنقصها برشا حاجات تشوفها انت دخلت من تشوفها كلها حتى ما ثم حتى حانوت تلقى يخدم ولا مشروع يخدم ولا حاجه تخدم والعباد تشوفها كبار وصغار كلها قاعد ايش باش يخدم حتى اللي كان عامل مشروع يخدم فيه فلاحه ولا حاجه هذا غلطت عليه الدنيا باع كامله من الغلو من قلت من الغلو ومن كل برشا حاجات هذيك اللي هملها الدنيا غلطت الدنيا وغلطت كل شيء والناس سلمت
اخي باش يعمل لك فلاحه وكل شيء باش يخسر عليه وبعض اصفوار يصور ما يصورش، مو بالطبيعة باش يسلم. يسلمت العباد وخلت العلوليات وسلمت، والصغار ما عادش يحب يخدم الفلاح. ما عادش يخدم الفلاح، الناس تطورت وكل شيء، ما عادش يخدم لك الفلاح، يقرا كل شيء شد وظيفه ما عادش يخدم الفلاح جمله واحده. انا بالنسبه لفكره الحرق انا ماهيش موجوده ياسر. البلاد هذه العباد كل لايب ولادها وكل شيء، ما ثماش فكره الحرق هذه وناس باش تحرق، ما ثماش فيها بالنسبه لنا، ما عندناش حتى حاجه. ولكن هاني قلت لك من ضيق الحياه ومن صعب الحياه ومن غلو الدنيا ومن كل شيء، العباد ولت تفكر في برشا حاجات ماهيش باهي. اخي انت باش تزرع ثاني وصفار تصب على شتي ما تصبش على شتي، يربح ما يربحش، تولي العباد تسلم، يخلي الاربع سوردي في جيبه يصرفهم خير ما يعمل حاجه اخرى. يعني نقول لك كيفاش عايشه العباد، اللي عنده شويه حيوانات وانا قاعد يلبي فيه، واللي عنده ولده في وظيفه عموميه قاعد يصرف على عائلته، وهذيك باش عايشه العباد، ماهيش عايشه بحاجه كبيره ياسر. اخي دخلت هنا حتى من الناس من ناحيه لبستها من ناحيه وحدتها، تشوف عباد ماهيش ناقصه في برشا حاجات، اما العباد اللي عندها قناعه ماهيش شكل العباد طموحه ياسر، اللي عنده يرضي.